شفت البوكس الجديد اللي نازل من أوفرش؟ كثر يعور القلب. طبعا في الأشياء اللي هي أكثر الناس اللي تحبها. شوفوا هذا بلت الإضاءة الجديد في كل الإضاءات من الأفتح إلى الأغمج. شفتوا هاللون؟ جربوه مع البلاشر ينن، خاصة إذا كنتي بعد بيضة ولا تان، يمشي على الكل. وهذا البرونزر، كل الألوان موجودة كلها. وهذا الفكس يثبت الميك اب وترشينه على الفرشة مع الإضاءة، يبرزها حيل. والإضاءة طبعا غنية عن التعريف، تخلي الخدود لمبة. وهذول الحمر الجديدة اللي نازلة، ألوانها تينن، فيها عنابي، فيها شذي أحمر ناري، فيها وردي على تينود، فيها مشمشي. شنو مميزات حمر أوفرا؟ الحمر ما تتشقق وثابتة، فهذا من الأشياء اللي تميز الحمر لأن فيها ترطيب. أما الإضاءات، ميزتها أن حبيباتها ناعمة، ما تبرز المسام ولا تتكتل على الخدود، ولمعتها حيل قوية، شنها شي تخلي الخدود لمبة. عرفتوا اللمعة؟